الموضوع الأساسي اللي احنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة واللي انتوا طلبتوه، وده اسمه الحكمة في الكلام. هنحاول نخلص بقى ازاي الإنسان يكون حكيم في كلامه في تلت ساعة اللي جاي. هناخد كده شوية قواعد، وياريت اللي معاه ورقة وقلم يكتب القواعد دي عشان ما ينساهاش، وياريت بعد ما البرنامج بتاعنا يخلص النهاردة من فضلك راجع الكلام ده وشوف انت عندك قصور في ايه وحاول تعالجه. اول مبدأ في الحكمة في الكلام اسمه الاستماع. خلي بالكم ان السمع سبق الكلام. انتوا عارفين كويس قوي ان لو الطفل اتولد اطرش يطلع اخرس. الولد لو اتولد اطرش يطلع اخرس. ليه؟ لان الكلام عبارة عن ايه؟ ان الولد سمع فابتدى يردد كلام، ان الولد سمع فابتدى يحوش مفردات اللغة في دماغه، وبعدين ابتدى يركب كلمة قبل كلمة، وبعدين كلمة بعد كلمة ابتدت تبقى جملة. يبقى اللي ما بيسمعش ما ينفعش يتكلم. علشان كده اول مبدأ في حكمة كيف تتكلم هي ان تسمع جيدا. من فضلك اتعلم انك انت تسمع، من فضلك ما تقطعش اللي قدامك، اسمع. ده انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، احنا كاباء كهنة واباء اعتراف، اوقات بتجيلي مشكلة من كثرة تعقيدها لا استطيع ان اصنع فيها شيء. مثلا عملية انقاذ حياة هتتكلف 1,000,000 جنيه، ومفيش 1,000,000 جنيه. وبعدين احنا عندنا مرضى كتير قوي، لو كل مريض جبنا له 1,000,000 جنيه هنعمل ايه؟ ما عنديش حل. في مشاكل ملهاش حل الحقيقة. فطبعا ربنا عنده كل شيء مستطاع، بالرجاء وبالإيمان كل شيء مستطاع عند الله. انا بتكلم على 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 الحكمة هنا، فما تعمموش كلامي، خدوا بس حتة الحكمة هنا. انا دلوقتي لما اوقات ما بيكونش عندي حل واللي قصادي يقعد يتكلم معايا ربع ساعة وما بردش ولا كلمة، يقول لي بص يا ابونا انا عارف ان المشكلة يمكن مش في ايدك حلها، بس اشكرك من كل قلبي انك سمعتني كويس. في ناس كتيرة بعد تالت كلمة قالت يا ابني انا ما عنديش حل لمشكلتك، ونزلت تعبان ومجروح. ده كون انك سمعتني انت فرحت قلبي النهاردة، على الاقل حسيت ان في انسان متفاعل معايا. يبقى أول حاجة حسن الاستماع. والناس اللي ما تسمعش، مش مهم تسمع ساعة، اسمع 10 دقايق، اسمع 7 دقايق. بس دي غلطة بنقع فيها كلنا بسبب الضغط وبسبب الزحمة وبسبب اللي مطلوب من الإنسان كتير، بقينا نهمل الجزء ده بالرغم إن الجزء ده في منتهى الحكمة إنك تعرف تسمع اللي قصادك كويس. لأن ده هينقلنا للنقطة التانية في الروشتة بتاعت حكمة الكلام. إحنا قلنا أول دواء اسمع كويس. تاني دواء اسمه التركيز فيما بين السطور. يعني ايه التركيز فيما بين السطور؟ في كلام اتقال وفي كلام ما اتقالش. الشاطر يفهم الكلام اللي ما اتقالش. في مرة من المرات كنت مع انسان حكيم. انسان الحكيم ده سمع واحد بيهاجمه، وبيهاجمه عن غير حق، ولقيت هذا الأب الكاهن الوقور ما ردش خالص، وأنا كنت عارف الحق وكنت عاوز أتكلم الحقيقة، بس احتراما لأبونا الكبير ده اللي كان ساعتها ساكت أنا ما قدرتش أتكلم. الموضوع مش بتاعي أنا، فالأدب ما يخلينيش أتدخل. فبعد ما خلص الكلام قلت لأبونا، أبونا سامحني، انت ليه ما دفعتش عن نفسك وليه ما قطعتوش وليه ما بينتلوش الحق؟ فسكت. قال لي انت ما فهمتش ولا ايه يا حبيبي؟ قلت له ما فهمتش ايه. راح رد علي قال لي هو كان متوتر، ده ما عندوش استعداد يسمع لان من جوه في قلق. انت ما حسيتش الهزات اللي في صوته؟ مش مهم هو قال ايه، المهم ان انا فهمت هو نفسيته شكلها ايه. زي مثلا بنت دازلة في ثانوي داخله بتاكل وشها مكشر فاتخانقت مع مامتها. هقول لكم بقى الام الحكيمه والام اللي مش حكيمه.
فالبنت قالت ايه؟ ماما الاكل بارد، وانت عارفه انا ما بحب صدر الفرخه، وحاطه لي صدر الفرخه، والعيش كمان وحش، انا مش واكله. فالام قالت لها يا قليله الادب، في حد يتعامل كده مع نعمه ربنا؟ ده في غيرنا مش لاقي الفراخ خالص، وغيرنا مش لاقي العيش ده خالص، والعيش زي الفل، انت اللي بقيتي. وفضلت تديها في دماغها، مش متربيه، وانا لما ابوك يجي هشوف له حل واشوف حالتك ايه. الام الحكيمه ما تعملش كده. لقت البنت غضبت، راحت اوضتها تسيبها 10 دقايق وتخشها. قال حبيبتي ايه اللي حصل في المدرسه النهارده؟ متهيألي في حد ضايقك. والبنت لو فضلت ساكته تقول لها يا اما اتظلمتي في نمره امتحان، يا اما حد من البنات اتكلم عليكي، او حد من البنات جرحك النهارده. هتلاقي بنت عيطت وقالت يا ماما عرفت منين؟ لا ما انا عارفه بنتي. بنتي مش ممكن تتنرفز على الاكل كده الا اذا كانت في حاجه جواها. الانسان الحكيم ما يسمعش اللي اتقال، الانسان الحكيم يسمع اللي ما اتقالش، لان كلنا بنسمع اللي اتقال. زي رب المجد يسوع المسيح اقنوم الحكم كان بيسمع اللي بيقوله الكتبة والفريسيين، لكن هو كان بيسمع اللي ما اتقالش، انهم كانوا يريدوا ان يصطادوه بكلمه، وعشان كده ضيع عليهم الفرصه. يبقى في حكمه الكلام، هو في نقط كتير قوي ما اعتقدش هنخلصها النهارده، لكن انا بقول اول نقطه اسمع كويس، تاني نقطه اسمع اللي ما تقلش، حاول تلاقي السبب بتاع انفعال اللي قدامك ايه، الضيق اللي قدامك فيه ايه. اوقات راجل جدا بيبقى عصبي جدا في البيت، والست تقول اتجنن اتجنن، والحقيقه مش اللي بيقوله هو اللي معاه حق فيه، ده الحقيقه حاجه تاني خالص، ان زوجته أثرت في حقوق كتيرة قوي من حقوقه بعد ما جابت بيبي واتنين، وبقت منهكة طول النهار ومش قادرة على البيت ولا الأكل والشرب، وبتخش تنام بدري، وهو يمكن خجلان يتكلم في حاجة فبيطلع العصبية بتاعته عليها. يبقى لازم نعرف إيه اللي بنسمعه وإيه اللي المفروض نسمعه وإحنا ما بنسمعهوش. يبقى ده النقطة المهمة التانية اللي بنكلمها في موضوعنا اللي هي حكمة الكلام. في نقطة مهمة قوي كمان في حكمة الكلام، تنبه للاستفزاز. يعني في حد جاي علشان يوقعك في الغلط، أرجوك لو تنبهت فوت الفرصة وما تسمعش كل اللي بيتقال، لأن ممكن يكون قاصد يقول كلام صعب لكي ما يصطادك بكلمة، لكي ما يصطادك بكلمة. الحقيقة في مواقف كتيرة قوي الواحد اتحط فيها، وممكن ربنا يكون لحقه في آخر لحظة إنه يوعى إن اللي قصاده ده يبقى عاوز يوقعه في كلمة. صوروا في مرة من المرات في إنسان أيام زمان قبل الموبايلات اللي بتسجل كده، جاب ريكوردر وحط سلك وحط مايك تحت القميص، وكان دخل معايا في حوار كأن عنده مشكلة علشان كان عاوز يوقعني في كلمة. لولا إن ربنا كده نبهني من عنده بالروح القدس، قلت له يا ابني انت بتلف وتدور على ايه؟ وما اديتلوش اللي هو عايزه. جالي صديق من اصدقائه وقال لي يا ابونا انا كنت شريكه في الجريمه دي، ان احنا كنا عاوزين نسجل لك حاجه نوقعك فيها، بس انا هقول للقدسك حاجه، انا ضميري وجعني وسمعت اللي انت قلته، حسيت ان ربنا بحكمته ارشدك انك ما تجاوبش على ولا حاجه من اللي هو كان عاوز، فجاي اقول لك ان احنا غلطنا بحقك وسجلنا لك من وراك علشان نوقعك في حاجة ما. تصوروا بقى ان ممكن يكون في حد بيعمل كده، اكون انا عندي حكمة بقى، فاي انسان بيستفزني او اي حد بيحاول يوقعني في الكلام اطلب معونة ربنا وخلي عندك حكمة، واوعى تكون شخصية قابلة للاستفزاز، واحد بيغلطك، واحد يهيجك، واحد يقومك، واحد يقول لك ايه رايك في اللي بيعمله المجمع المقدس الوين دول؟ عاجبك اللي بيعمله الانبا فلان اسقف الابرشيه الفلانيه؟ وتقول له الانبا فلان ده ازاي انا مش عارف عملوه اسقف؟ ليه بس تقول كده يا حبيبي؟ وليه تتكلم اساسا في حاجه مش بتاعتك؟ سيبك من الموضوع ده، انا بدي مثل ان ممكن يكون في واحد مغرض او واحد مستفز زي ما الكاتب والفسين عملوا مع رب المجد يسوع، بس كان واخد باله، فارجوك خد بالك. نقطة كمان من إزاي الإنسان يكون حكيم في الكلام، في
درس اتعلمته من اب اعترافي وكنت لسه قايله لمجموعه من الخدام كنت بتكلم معاهم من شويه. اب اعترافي الحقيقه ممكن جدا اكون انا وانا خادم وانا امين خدمه وانا كاهن جديد كانت في بعض الامور ممكن تشدني انفعل معاها، فكنت ابتدي اعرض له القضيه، يعني ابونا كذا 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 كذا. دايما كان ابويا يرد عليا يقول لي ايه؟ معاك حق، معاك حق. اهدى، اخيرا في واحد شايف ان انا معايا حق. وبعدين ممكن يفند لي اللي انا قلته ويطلعني في الاخر خالص غلطان بالراحه وبهدوء. بس الحقيقه هو ما بيكذبش، هو نقى نقطه او نقطتين من خمس ست نقط قلتهم، قال لي معاك حق. زي عارفين مين؟ لما رب المجد يسوع كان بيتكلم مع المرأة السامرية وقال لها انت بالصدق قلتي، يعني انت ما بتكذبيش، انت فعلا ما عندكش جوز دلوقتي، كان عندك خمس ازواج واللي معاكي ده مش زوج. يبقى المسيح واجهها، بس بعد ما واجهها عمل ايه؟ بعد ما واجهها عمل ايه؟ عمل حاجات كتيرة قوي. ايه اللي عمله؟ ان وجهها صح، بس الاول قال لها بالصدق قلتي، انت بتقولي الحق، انت ما بتكذبيش، يعني في وسط كل الحك اللي هي عايشه فيه لقى حاجه. فاب اعترافي كان يعمل معايا كده، يقول لي انت اللي مضايقك، اقول لك يا ابونا الجيران بتشتكي وملعب الشباب لغايه الساعه 11 بالليل والاصوات عاليه، يقول لي اه طبعا معاك حق، اي واحد ساكن جنبهم مش عارفين، طب نحل المشكله ازاي؟ طب نعمل كذا، طب نعمل كذا. في اوقات اقول له اه بس تعرف يا ابونا طلع معاك حق، احنا ما نقدرش نعمل الحل الفلاني، وما نقدرش نعمل الحل الفلاني. يبقى كلمة معاك حق دي ابتدي بيها، وخاصة ان لما اللي قصادك يكون معاه بعض الحق. يعني انا اتخيل ان زوجها بيقول كلام مش في مكان، فتقول له معاك حق، طب هو انت كده بتكذبي او بتاخديه على قد عقله؟ لا، دي الحكمة، لان اكيد هو معاه حق في بعض الامور، واكيد انا مهما عملت كل حاجة مقصرة في بعض الامور، فلما اقول له معاك حق ايه اللي هيجرى؟ بالعكس، ده انا هكسب الموقف وهدي الجو والسلام هيبقى جوه البيت. برضو احنا قلنا كام دواء؟ تعالوا قلنا نمره واحد حسن الاستماع، اتنين التركيز في اللي ما تقلش، تلاته اوعى تخلي حد يستفزك، اربعه ابتدي بكلمه معاك حق، خمسه عدم السماع من طرف واحد. هدي بقى شكلها وحش قوي 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 قوي. واحد يجي، انتوا عارفين المثل اللي في اهل العالم بيقول لك سبقني وبكى ومش عارف ايه، حاجه فيها بكى وحاجه اشتكى. المهم ان يعني ال- 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 المثل اللي في العالم ده معروف قوي، بس معناه حاجه واحده، ان اللي سبق اكل الدبق. لا، الانسان الحكيم ما يضحكش عليه. احنا عندنا قصه اسمها قصه سوسنة، وازاي الشاب اللي اسمه دانيال سمع، ولما سمع وجهات النظر كلها، وابتدى ربنا يرشده بالحكمه يحل المشكله ازاي. طيب احنا اوقات بنغلط ان في ناس بنحبهم اكتر من ناس، فممكن ناخد كلامه بمصداقيه 100%. الحقيقه ممكن يكون الانسان ده صادق، بس ممكن يكون عشان تصدقه حط شوية ملح وفلفل على القصة بتاعته، فالقصة بتاعته ما بقتش صادقة قوي، بقى فيها شوية إضافات. اسمع الطرف التاني، اسمع الطرف التاني. لو طلبوا منك ان تحكم بين طرفين، من فضلك اسمع الطرفين، لا تدين أحد ولا تتسرع في حكم على حد. بس من الحكمه في الكلام انك لو انت بتسمع واحد قال لك رايك ايه، يعني ممكن واحد يقول لي يعجبك يا بونا جوز بنتي يمد ايده على بنتي، اقول له معاك حق اللي انا قلتها، ما حدش يقبل ان ابدا بنته تتضرب. بس في نقطه انا لازم اسمعه هو كمان عشان اعرف ايه اللي وصله لكده. يقول انت مش مصدقني، العفو انا مصدقك، بس مش انا سمعتك، مش لازم تسمعه. طب انا اقول لحضرتك حاجه، لو جات المدام بتاعتك اشتكت منك، ما بقولش انك تكذب ولا بتقول الحق، اشتكت منك، انت تتضايق ولا لا لو ما سمعتش منك؟ لا اتضايق، يبقى انا من حقي كمان اسمع منه، وربنا يقود في اللي خير. اهدوا بس انتوا، وصلوا لغايه لما اسمع منه، واسمع منه قريب ونرجع تاني، ربنا يهدي الامور. يبقى من الحكمه في الكلام انك لا تقول رايا باتا في موضوع، او تحكوا حكم في موضوع من غير ما تسمع الطرفين. ده القاضي في المحكمه بيسمع النيابه وبيسمع المحامي، بيسمع النيابة ويسمع المحامي، بيسمع النيابة ويسمع المحامي. أنا
اسمع طرف واحد واحكم؟ الحقيقه لا، ما يصحش كده. طيب برضو احنا ماشيين في موضوع الحكمه في الكلام. الحكمه في الكلام هديكوا نصيحه نمره 6، اجل واستشير. يعني ايه اجل واستشير؟ ليس بالضروره ان يكون عندك ردا في التو وفي اللحظه. الحقيقه مش المفروض في الكاهن انه بيرد على مشاكل شعبه والاخره؟ اوقات الحقيقه انا بيتقابلني مشكله مش عارف اخد فيها قرار، طيب اتسرع بقى ولا عشان انا ابونا لازم اقول رايي؟ الحقيقه لا، انا لازم اصبر شوي ولازم اهدى شوي ولازم ارجع لاب اعترافي بعض الاحيان او شيخ روحاني بعض الاحيان او لمجمع الاباء الكهنه اللي عندنا في الكنيسه استشيرهم كلهم. احنا بنقعد قاعده كل اسبوع اقول لهم يا جماعه انا تعرضت للموقف الفلاني وحسيت ان انا مش مرتاح ان انا اقول رايي، تشوروا عليا بايه؟ ده انا في بعض المشاكل اللي بتجيلي اقول له لا استنى عليا، دي مش عايزه راي مني انا، ده لازم ارجع لكل اباء الكهنه واللي يقودنا الروح القدس هو اللي انا هبلغك بيه، وخاصه تكون في حاجه تجاريه وحاجه جات وحاجه راحت وبعدين حاجه رجعت للجمارك وحاجه رجعت للجمارك في الارضيه في مشاكل ما فهمهاش، طب اخد كوميشن ولا ما اخدش كوميشن؟ اقول له يا حبيبي انا ما اقدرش، انا ما عنديش في المجال دي، بس في اباء كهنه كانوا شغالين في المبيعات، في اباء كانوا شغالين في المشتريات، استنى اسال وارجع واقول لك. ده يقلل من قيمة حضرتك انك تقول انا لازم اسأل قبل ما ارد عليك. الدكتور الامين ما بيقولش رأيه في مرض، ده ممكن يبعتك لاستشاري يعتبر يقولك ده استاذي ولازم نسأله، او هاتلي التحاليل دي واعرضها على 5 دكاترة والاشعاعات نبعتها امريكا ويردوا علينا. ياه للدرجة دي؟ للدرجة دي. فممكن جدا من اجل الحكمة انك تأجل الرد وتستشير من تراه اكثر حكمة او انت في احتياج لرأيه. وقتنا بيجري بس برضو عاوز اكمل النقطتين اللي باقيين. الصلاة قبل الرد. من فضلك من فضلك اتعلم انك تشرك ربنا. قل له تكلم يا رب فان عبدك سامع. قل له زي سليمان ان انا عيل صغير وانت اقمتني على اسرة او اقمتني على كنيسة او اقمتني على شعب بحاله وانا لا اعرف الدخول ولا اعرف الخروج. ممكن 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 تديني يا رب من حكمتك، تعلمني يا رب وتنورني. في ناس مستنية الرأي اللي انا هقوله ده، اوعى يكون الرأي ده بغير صلاحك. وممكن جدا يبقى الرأي صح بس زي ما اتفقنا انه الاسلوب غلط، فبدل ما انصح انسان من اجل خلاص نفسه اغرقه. فخلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم. اخر نقطة اختم بيها ودي عايزة بقى ناس مبتدعة. الحكمة في الكلام تستلزم في بعض الاحيان الاعتذار عند الخطأ. يعني ايه الاعتذار عند الخطأ؟ انا غلطت اقول انا اسف. اوقات كتيرة قوي ببرر نفسي واقلب المشكلة على اللي قدامي. يعني هو جاي بيشتكي مشكلة اقول له انت السبب، لكن الحقيقة لازم اعمل العكس. ايه بقى العكس؟ ان انا احاول بقدر الامكان لو غلطت حتى لو كنت في لحظة انفعال قلت كلمتين بعديها بساعة بساعتين اخر النهار اطيب خاطره. دي حكمة تعناها انك انت بائع المحبة، معناها انك انت انسان مسيحي متضع ملتزم بوصية المسيح. انا هراجع اللي احنا قلناه. قلنا اول حاجة كروشتة للحكمة نمرة 1 اسمع كويس، 2 ركز في اللي اتقال واللي ما اتقالش، 3 اهرب من الاستفزاز، 4 ابتدي بكلمة معاك حق وبعد كده صحح، بعدين 5 عدم الاستماع لطرف واحد، 6 أجل واسأل، 7 صلي قبل ما ترد، اعتذر. واختم بحاجة كنت كلكم متوقعين ان انا اقولها، اختار الوقت المناسب والحالة المناسبة للي قصادك وانت بتكلمه، لان ممكن جدا عدم اختيارك للوقت المناسب والاسلوب المناسب يخسرك كل الناس اللي حواليك. الموضوع كبير وممكن كان يتاخد على حلقة او 2 بس انا اختصرته بحلقة واحدة. وناخد فاصل.